zéro tourisme et man el gouda, machallah. J'espère que bientôt les charters seront de retour dans le désert algérien. Si Jamal, c'est pas cher. Donc je vous invite à visiter le sud algérien. Donc là on est en plein Ramadan, mais alhamdoulillah. Regardez ces belles dunes. Il y en a pour tous les goûts, hein, ceux qui veulent de la montagne. C'est ici. Donc c'est un massif montagneux d'une trentaine de kilomètres. Et ceux qui veulent les dunes de sable, c'est ici. Et les palmeraies sont à l'intérieur de la. Aïe, allez, on a le courage, est là. الله يبارك سي جمال تيوتا غاز هالا خازين مورا الجبال يا دي غاز بارتو ici évidemment هيا نطلعوا نشوف هلا sur ce massif montagneux اروح سي حمزة اروح Courage! Inch'Allah! Voilà. Courage, c'est Hamza! Il faut courage, hein? Voilà, bienvenue! Ici à Djanet dans le Tassili. Voilà, vous avez un décor sublime. Donc, bienvenue. Adam, donc un cadre de cadre On a quelque chose à dire qu'il صباح صرات اليوم رب العالمين العشرة تاع الصباح في واحد البلدية يسموها بلدية ودائرة يسموها توغريت في الجبال في ولاية شلف وشرطة تاع توغريت جهم تعليمات باه يوقفوا باه يحبسوا خونا جمال الدين قيش تعرفوه ما شاء الله وخونا حمزة جبري ما شاء الله تعرفوهم داروا معايا في 48 ولاية وهما اللي سامع على بالكم هلا واش قالوا لهم قالوا لهم باللي جاهم تعليمات باه يحبسوهم لانه داروا لي بوبليكاسيون في فيسبوك يعني ما عجبهمش الحال الفوق وكارو في الكوميسيار تاع توغريت وغدوة ان شاء الله يقدموهم قدام الوكيل الجمهورية في دائرة بوقادير في ولاية شلف على الغط على 8 تاع نروح تيجي وزو لماذا تيجي وزو على بالكم كي مشينا من تيجي وزو حتى العين صلاح 1255 كيلو كان عندي تركي والكي تركي والكي على بالكم باللي في الصحراء بين مدينة النيعة ومدينة عين صلاح ما كانش الريزو ما كان لا موبيليس لا نجمة لا جيزي وهذه تركي وركي يعني بان نقدروا نهضروا مع الشوفور اون سي جامي كاش ما يصرا مشكل قالوا لي بلي انت راك دير ريسبيوناج يعني جاسوس انت راك دير في التهريب تاع التركي وركي قلت لهم الله يهديكم الله يهديكم دونك هذه القضيه حلوها نهار 21 مارس 2015 ولازم نروح غدوه ان شاء الله العشيه الساعه الثالثه مدينه تيزي وزو باه ندير طعم باه pour que je puisse faire appel de la décision de la justice qui date de 2015 où j'étais accusé d'espionnage
et de contrebande de matériel de télécommunication, en l'occurrence des talkie-walkie. Oui, au stade, on live au stade, تفضل. C'est bon ? تفضل au stade. السلام عليكم. السلام عليكم. فيما يخص اليوم احنا رانا قمنا فيما يخص قضيه رشيد نكاز في العداله تاع ادعائه الحبس المؤقت. المهم رانا مشينا عند قاضي التحقيق طلعنا على التهم المتابع بها رشيد نكاز. اولا من التهم هذه جنايه المساس بالوحده الوطنيه والتحريض على حمل السلاح، من بينها كذلك جنايه الشروع في التدبير والتخطيط من اجل عرقله الانتخابات الرئاسيه والتحريض على التجمهر غير المسلح.